أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في الخلاصة. بنناقش تسجيل الأولاد في غياب الأب، يمكن قضية أثرتها الدراما أو أثرها أحد المسلسلات اللي الناس بتتابعها على مدار الكام يوم اللي فاتوا، وهو مسلسل برغم القانون، لكنه فرصة إن احنا نناقش واحدة من الظواهر اللي موجودة في مجتمعنا. وعايز أرجع للأستاذة ولاء، لأنه لفت نظرنا لحاجة مهمة واحنا بنحاول نغوص في الاعماق، يعني ما نتناولش الموضوع من على القشور او من على السطح. بتتكلمي انه في بعض الحالات او كثره في الحالات اللي بيرفض فيها الاب انه يعترف بابنه، طبعا حاجه مشينه جدا، يعني اقل ما يمكن ان توصف به، لكن من واقع خبرتك وممارستك واحتكاكك بالقضايا، ليه ده بيحصل اصلا؟ انا الحالات اللي شفتها على ارض الواقع منشقه لاكثر من جزء. في جزء الأب مش عايز يلتزم بالإنفاق على أبنائه، فبينكر فيقول ما عنديش أولاد. ويقول ما عنديش أولاد علشان ما يصرفش عليهم. يعني بيبعد نفسه عن المسؤولية وعن فكرة إن هو ملزم بالإنفاق على أبنائه، فيقول دول مش ولادي. ده شق. في شق تاني بيبقى انتقام من الزوجة، اللي هو في بيننا خلافات، فده عند فلو انت مش هتعملي اللي انا عايزه في امور معينه فانا هنكر واقول ان دول مش ولادي، انتقاما من الام، عشان الام هي اللي بتشيل هم الولاد، واحيانا انتقاما من عائله الام، او ان ده حاجه مشينه. طبعا امال هي خلفت الاولاد من مين طالما في علاقه زوجيه قائمه؟ فبالتالي يصيب هذه العائله بفكره الفضائح. يعني ده جزء اخر. وفي جزء تاني ان بعد ما المرأة تولد الاولاد ويتسجلوا بالفعل في الاحوال المدنية ويطلع لهم وثائق ميلاد ويبتدوا يدخلوا المدرسة وكل حاجة وكل شيء، يعني امورهم مستقرة، فتبتدي الزوجة هنا لو في خلافات عايزة ترفع دعوى خلع او ترفع دعوى تطليق للضرر، فيقول لها انا هقول ان الولاد دول مش ولادي رغم ان هما مسجلين في الدولة، وهندخل في دعوى انقار نسب وفكرة تحاليل وغيره وغيره، لمجرد ان هي طلبت التطليق فيها، يعني تطليق للضرر او الخلع. دي حاجات موجودة في القانون وفي النكاية بالام او بالصغار. هو طبعا مش شايف اولاده، مش موجودة أولاده في القانون أصلاً. دي موجودة في النفوس، دي مشاكل في النفوس، لكن في التربية احنا وفي الضمير وفي كل حاجة. قانون الاحوال الشخصية محتاج تعديل تشريعي. قانون الأحوال الشخصية محتاج تعديل تشريعي. أنا هنا مش بتكلم عن قانون الطفل، قانون الطفل المادة موجودة وصريحة بفكرة مين يسجل المولود، ولكن نيجي للأحوال الشخصية اللي بينظم العلاقة الزوجية من الأساس، أو اللي بينظم إن أنا أثبت العلاقة الزوجية، سواء في بورقة عرفية، بورقة رسمية، أثبت النسب في كلا الحالات. أنا هنا ليه الأم تضطر إن هي تروح تعمل محضر إثبات حالة علشان ومعاها وثيقة زواج علشان بس الموظفين أو الجهاز الإداري وكل ده قلناه بيتعنت. طيب أنا لو حطيت عقاب للأب نفسه اللي هو بيتنصل من المسؤولية ومش عايز إن هو يسجل مولوده، لو حطيت عقاب زي العقوبات الموجودة في الامتناع عن الإنفاق، إن هو ما يعرفش يطلع بطاقة رقم قومي، ما يعرفش إن هو يطلع الباسبور بتاعه، ما ينفعش يجدد رخصة العربية، ما ينفعش يعمل مصالحه كلها مرتبطة بفكرة إن أنت لو عليك حكم نفقة، لا سدد النفقة الأول وبعد كده تعالى جدد البطاقة والرخصة. يبقى في بقى أقدر أمسكه بحاجة قوية. أمسكه بحاجة قوية، لأن العقاب هو الأساس في فكرة الالتزام. القانون هو بينظم حياة الأفراد في المجتمع. محامية شاطرة يا أستاذة ولاء، وأنا دايما بحاول أغلب لغة المصالحة، بقول يعني نفسي الناس تبقى متسامحة وتبقى بتدي الحقوق بدون الحاجة الفكرة للمسكة دي. لو بصينا الغرض المشرع في وضع القوانين، لو بصينا الغرض المشرع في وضع القوانين، هنلاقي ان لو احنا هنمشي بالنية الطيبة او بان الناس كلها مسامحة والناس الفاضلة. ده في المدينة الفاضلة، لكن على ارض الواقع لا، لازم يبقى في عقاب لمن يخالف القانون. طيب. فقط
او من يخالف الضمير والانسانيه. أيوه. في المقام الاول، لانه حتى كل القضايا اللي احنا بنتكلم عليها دي المتضرر فيها الاطفال يا جماعه، ليست الام وليس الاب، هي الاطفال. والاطفال ده هيعود طيب على المجتمع بايه؟ طبعا لما المجتمع كارثة. الدوله ما عرفتش تحميني، المدرسه ما عرفتش تحميني، الجهاز الاداري والتنفيذي في طيب الدوله والمشرع نفسه ما حمانيش في ان هو يعيش حياه طبيعيه زيه زي اي طفل، هينشا عنده ضغينه ويبقى عنده دي التزامات وحقوق زيه زي اي طفل، هيلوم الكل. طب استاذ احمد، انا مهتمه في فيما تبقى من النقاش في حلقتنا اليوم نحاول نطرح حلول. اذا احنا متفقين ان في مشكله اساسيه في موضوع تعامل الجهاز الاداري، او خلينا اقول بعض، لان برضو دايما ضد فكره التعميم، في بعض الموظفين فوق رؤوسنا جميعا بيشوفوا شغلهم على اكمل وجه وبيخلصوا لنا كل مصالحنا، وحاجه يعني كل التحيه وكل الشكر، وفي البعض لسه بيزال يفتقد الى ثقافه الانجاز، ان انا انتج واشتغل واخلص المصالح، لا بعطل باخر بالورقه والدمغه، مع انه ده عكس توجه الدوله تماما تماما بالتحول الرقمي وبالدورات التوعيه وبكل شيء. فاذا احنا النهارده بنحاول نبحث عن حلول من خلال هذه الحلقه، خلينا نقول 1 2 3، ايه المقترح؟ هل دورات تدريبيه مثلا للموظفين؟ هل ايصالهم بجهات تشريعيه يقدروا يفهموا اكتر القانون؟ نعمل ايه؟ نحط ايدنا على ايه؟ طب الاول احنا يعني في موضوع الدورات التدريبيه ده موضوع مهم جدا ومرينا بيه فترات طويله جدا، سواء اذا كان في التدريب على حقوق الطفل، الاتفاقيات الدوليه لحمايه الاطفال، احنا بنتكلم طول الوقت في حمايه الاطفال، ده الاهم لان هم المستقبل زي ما احنا خلاص متاكدين. انما الدورات التدريبيه الحقيقه مرينا بيها فترات طويله، وبرغم من كده بيتم مخالفتها والرجوع مره اخرى الى الطريقه الروتينيه اللي انا طبعا برفضها تماما وشايفين لازم تنتهي يعني. طيب يبقى عندنا حاجة تانية بجانب التوعية، يعني بجانب التوعية، لأن دورات التدريبية عبارة عن توعية الموظفين دول اللي أنا بحطهم في بخليهم يلحقوا التطورات القانونية. إنما الحقيقة لازم الشكل الرقابي يبقى أقوى من كده. إحنا النهاردة مش هنفرح بالتحول الرقمي وهو ما وصلش للجهاز الإداري بشكل جيد، بالعكس بيعطلنا بشكل أكبر، بيخلينا نستنى الموظف يكتب بإيده ويستنى كمان الجهاز الحاسب الآلي فيعطلنا مرتين. بس ده الأمانة مش في كل حاجة، بالعكس يعني في يعني معلش أنا بحكي عن تجربة شخصية دايما. مؤخرا بقيت أحس إن كل الورق بيخلص بشكل سهل جدا. خلينا نقول إحنا بنتكلم في موضوعنا، احنا بنتكلم في موضوع اللي بنتكلم فيه ده بالتحديد، وانا بتكلم في الموضوع اللي بنتكلم فيه. احنا بنتكلم في موضوع ده حاسس ان فيه المشكلة. لا ده جزء كبير من المشكلة. ازاي نخلي التحول الرقمي مفيد مش مضر؟ ازاي نخليه مضر مفيد؟ لان الحقيقة اللي بيحصل عكس ده، بيعطلنا اكتر. فاحنا عايزين النهاردة نبقى في رقابة اكبر بشكل اكتر، عايزين الموظفين اللي بيخشوا يتدربوا على التحول الرقمي يبقوا يطبقوه على ارض الواقع. ده مش هيتم الا بالرقابة، الا من جهة الاعلى ثم من جهة الاعلى، وتتم الرقابة ونقضي تماما على شكل، طبعا احنا عارفين الروتين وشكل من اشكال الفساد في النهاية، لازم اقضي عليه تماما عشان الجهاز الاداري يشتغل بشكل متطور اكبر. فيما يتعلق بقانون الاحوال الشخصية، احنا عندنا على مدار اكتر من الدورتين اللي فاتوا مشروعات قوانين كاملة للأحوال الشخصية، بداية من اللجوء إلى محاكم الأسرة، نهاية بالطلاق وطريقته وأسلوبه، مرورا بالرؤية وبعد الطلاق طبعا، والرؤية والنفقة وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بشكل كامل. احنا عندنا قانون المفترض التطور فيه أكتر من مشروع موجود، احنا بنأمل أن مجلس النواب يخرج لنا للنور مشروع قانون متكامل. الحقيقة القانون ده موجود من سنة 29 لغاية النهاردة، حصل تعديلات عليه في سنين كتير مختلفة، 43 و2008 و2083 و2009، يعني في الحقيقة تعديلات كتيرة، و2004 وفي في 2013، إنما لازم في تعديلات في أجزاء، فأصبح قانون يعني كأنه واخد قصة من اليمين وقصة من الشمال. فاحنا في النهاية قانون شامل متكامل حكتب لازم قانون، ما هو ده موجود اصلا في مجلس، لا بيأخذ في عين الاعتبار بقى كل التعديلات، كل مشكلات الاحوال الشخصية بما فيها مشكلات النسب واثبات النسب. انما في النهاية لا يمكن للزوج في علاقة زوجية ان فجأة يطلع يقول انا بنكر، لا لازم يصدر حكم قضائي بانكار هذا النسب، وحكم قضائي ده بيمر بمراحل كتير. ممتاز. انما انا النهاردة في طالما علاقة زوجية موجودة والابناء موجودين، الاب ملزم فيهم وفقا لقانون
القانون بكل شيء، سواء كان من أول النفقة لحد نهاية حياتهم واستمرار حياتهم حتى لو كان في طلاق. والأب ملزم بكل من موجود بالقانون وفق الشريعة الإسلامية. والقانون المصري وفق الشريعة الإسلامية. طيب ده ممتاز أستاذة ولا. أنا عارفة وجهة نظرك في قانون الأحوال الشخصية، خلاص قلتي لي وتفهمناها وتناقشنا فيها. رأيك إيه لو ندي أو نحرص على أن يكون في دورات تدريبية للجهاز الإداري في الدولة؟ مهم جدا طبعا الدورات التدريبية، ولكن إحنا دلوقتي في عصر الرقمنة والحداثة والتطور، وإن بقى عندنا حتى في المحاكم في حاجة اسمها المكتب الأمامي، بحيث إن إحنا كل حاجة على الكمبيوتر، الدعوة بتتأيد على الكمبيوتر، بناخد الجلسة على الكمبيوتر، كل حاجة، وبدأت الدعاوى تترفع أصلا أونلاين. فبنشوف الدول العربية والأجنبية فيها تطور كبير، ومصر بالفعل بدأت بالتطور والحداثة والرقمنة. فبما إننا في عصر الرقمنة، يبقى أنا مش لسه هقعد استنى دور على الجد ودور على العم ودور على الأب الهارب ودور على الخالة والعمة والكلام ده كله، المفروض نلغيه تماما، ويبقى المستشفى اللي تم فيها الولادة دايركت تبلغ مكتب الصحة ويتم استخراج وثيقة ميلاد. دي آلية كويس. وأنا ما عادش أدور على شجرة العيلة كلها علشان تعترف بهذا المولود علشان أسجله. أنا ولا أروح لموظف، واحدة لسه والدة تروح لموظف، ولا تدور على أب هارب، ولا تدور على حد من أهله. افرض الناس دي ماتت مش موجودة، افرض هي ما عندهاش أهل يروحوا يبحثوا ويدوروا، افرض هو اللي عنده أخ ولا عنده عم ولا عنده، افرض هو نفسه مات، أنا ليه أقعد أدوخ في البلد كلها أدور على عائلة علشان تسجل مولود؟ يبقى احنا في حاجة اسمها رقمنة، وده تطور الدولة ما يواكبه، ان المستشفى تخطر مكتب الصحة أونلاين، اختار أونلاين، ويتم تسمية المولود وتسجيل المولود دون عناء، ويبقى فيه موافقات. طيب ده مثلا إمضاء كتابية بالإمضاء بالاسم، بالأمور التنظيمية الصغيرة دي. ولكن أنا ما عيش الصغير تشيل المولود وتروح وتيجي. انا في ناس قالت لي انا لسه، في ناس يعني تقول انا فاتحه بطني ورايحه علشان اسجل المولود، واحده وعناء ولسه خارجه من عمليات او قيصريه او ولاده طبيعيه. انا عايزه اختم معاكي بالمقترح ده لان وقتنا خلص، بس هو فعلا مقترح يستحق مقترح النظر. انا شايفاه يعني واليه يعني ممكن بشويه من الجهد نخلق لها ضوابط وتنظيم جيد جدا وتمشي وتحل كل المشاكل دي. فانا بشكرك الحقيقه الاستاذه ولاء عدلي، المحاميه متخصصة في شؤون المرأة، وشكرا جزيلا لحضرتك نورتنا. الأستاذ أحمد مصلحي رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل، أهلا وسهلا بكم. وصلت مع حضراتكم لختام حلقة اليوم من الخلاصة، نلتقي في خلاصة جديدة.